في جده راح بمسالتين، خلي اجيك الموقف الامريكي، راح في قضيه الطاقه وارتفاع اسعار النفط، والسعوديه كما ذكرت لك انا قبل سنوات وتتذكر هذا انه راح تذهب باتجاه روسيا تخلق التوازن، وفعلا استفاد الامير محمد بن سلمان من قضيه روسيا وصادرات النفط واوبك بلاس، شكلوا ضغط على امريكا وفقدوها ميزه امريكا كانت ما يمكن ان تفقدها في يوم من الايام، انه استقلالها بالطاقه، قرارها بالطاقه فقدتها امريكا. هذا ليس امرا سهل. بالتالي اجى بايدن الى اسرائيل، اسرائيل حطوا له الخارطه، قالوا له ايران خلال اسابيع سوف تعلن عن امتلاكها القنبله النوويه، واذا حصل هذا يصير من الصعب اعاده ايران الى الوراء خطوه واحده، لاحظ كيف؟ وبالتالي نحن نريد منك موقفا والتزام، الاول ان تجهزنا بكل التقنيات الحديثه، وفعلا صار موضوع الدفاعات الجويه بالليزر وهذه مهمه جدا، هذه من احدث الاسلحه، وكذلك الصواريخ اللي تحملها الطائرات الاف 35 ايضا كانت اداره بايدن موقفتها، ايضا في خبر انه هذه الصواريخ سوف تصل، هذه الصواريخ تدخل في الاعماق، يعني اعماق 150 متر و200 متر واللي هي تستهدف المنشآت النوويه. هذا حقيقته. قالت له الشيء الثاني، اكو ميليشيات مرتبطه بايران، اذا صار ما صار الضربه على ايران قد يكون عندها رده فعل. وبالتالي روح الى العربيه السعوديه وتحدث معهم في هذا الجانب. مصر طرحت على لسان الرئيس السيسي، طرحت مساله الميليشيات اذا انتبهت في المؤتمر، ما حد تحدث. اذا مؤتمر جده تحت الطاوله هو ليس كما ذكر الناتو عربي وناتو عربي، ما يصير، لا يمكن ان يحصل هذا، من التسعينات انطرح هذا الموضوع وما يصير. لكن تحالف ممكن يصير، وتعرف التحالف الى مهمه واحده كما صار تحالف ضد العراق بالتسعينات تذكر وبال 2003 وكذلك تحالف ضد داعش. الان ممكن ان يطلع تحالف ضد الميليشيات او التهديدات الايرانيه. السعوديه اسرائيل تقول للخليج بالتحديد، السعوديه والامارات تقول لهم ايران تهددكم وتهددني، لاحظ استاذ نجم، فتعالوا نرتب شيء. السعوديه والامارات شو يقولوا؟ يقولوا احنا نراهن على موقف الكاظمي، وهم يعرفوا مع احترامنا للرجل، هم يعرفوا انه سوف لن يتخذ خطوه بهذا الاتجاه، اقصد بمواجهه الميليشيات، لاحظ كيف؟ ايران تعتقد انه الكاظمي هو افضل لها من شخص ياتي من طرفها متطرف، يعني خلينا نفترض المالكي، ايران ما تريد تقول لك اذا صار راح تقلب على امريكا ودول الخليج كلها عليه راح تقلب، فما يشتغلوا الايرانيين براغماتيك، خلي الكاظمي بهالوضع وخلي الازمه السياسيه مشتعله بين اطراف الشيعه، ايضا ايران تقول لك تخدمني حتى الطرفين يضعفون وارجع اسيطر عليهم، لاحظ التسلسل. في جده ما حصل الحقيقه قلت لك ثلاث مسائل، اسرائيل وامنها، ويمر هذا الامن من خلال دول الخليج، ايضا السعوديه عندها الان مقومات لاتخاذ قرار، صراحه اقول لك اياها، ليست يعني لم تعد تابعا. هنا ايش قد ضغط بايدن على الامير محمد بن سلمان مساله خاشقجي وغيره وحتى يفرض عليهم مساله التطبيع؟ رفض، اقول لك اياها في هذه الجلسه، رفض محمد بن سلمان، ماكو تطبيع، ما بمعنى ماكو فتح سفاره لاسرائيل في الرياض.